اهلا وسهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. باش ناخذكم اليوم من المعرض نتاع رسوم لوحات فنيه رائعه جدا. شو يعمل كيف؟ ابقوا معايا وتفرجوا، ان شاء الله يكون الفلوق هذا يعجبكم وتفرجوا معايا. معرض نتاع لوحات، قبل ما ندخل نوريكم شو موجود لبرا السايكه، بعد ندخل مع بعضنا. لعشاق الفن ندخلوا من هنا هكا، شي يعمل كيف، تفرجوا ندخلوا مع بعضنا تويكا، ان شاء الله نعملوا فلوق مزيان يعجبكم ناسكم. معرض مزيان، شي يعمل كيف، اللوحة معرض هذا موجود في وسط سنتر كوميرسيال لوب 5 ألمانيا. أذواق تتعدد، كل شخص وذوقه، شيء مزيان برشا، حاجة مزيانة، الألوان مختلفة. طبعا هذا فيديو لمن يحبي الفن التشكيلي والرسم، ألواح زيتية، شي يعمل كيف، زين برشا. أحبابي نحاول نزيد نوريكم لوحة هذه مرة أخرى، أنا الشيرة هذه ممكن أحسن، شوف الألوان أوضح. اسم الفنانة ماريا سيبا ماريا كودا ياري، سيبا ماريا كودا ياري هي اللي معناتها هذا المعرض
الفن نتاعها، اللوحات الزيتية نتاعها تبينها. حاولوا نصوروا من الكوة هذه، بالك شي ممكن تصوير تكون اوضح شوية. سو احبائي، هذا هو الفلوج نتاعنا، فلوج فن. شي يعمل كيف، ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله يتفرجوا فيه جماعة يحبوا الفن ويحبوا الفن التشكيلي. احبكم كثيرا، للقاء في فيديو جديد. باي باي احبائي.